ينضم إلينا الآن للحديث بشكل أكثر تفصيلا حول التطورات الحادثة على أرض الواقع وأيضا من خلال المعركة الدائرة فيما بين الجانبين، حزب الله كجبهة إسناد للمقاومة الفلسطينية وأيضا قوات الاحتلال الإسرائيلية ناحية الشمال. العميد خالد حمادة الباحث في الشؤون الأمنية ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من بيروت. مرحبا بك حضرة العميد. مساء الخير. أهلا بك حضرة العميد. يعني ربما إسرائيل بالضربة التي وجهتها مؤخرا من خلال اختراق أجهزة الاتصال الخاصة أو الدائرة المغلقة البيجر أو أجهزة اللاسلكي لم تكلف نفسها شيء، لم تقم باجتياحات، لم تطلق ولا صاروخ ولا رصاصة. هذا الخرق الأمني برأيكم إلى ما ترجعه أيضا حزب الله وهو الهاجس الأمني عنده عالي بشكل كبير جدا، يعني كيف وقع في هذا الفخ؟ يعني في البداية طبعا بدأنا نشهد جملة من المعلومات التي تتسرب عبر الصحافة الأجنبية حول يعني الوسطاء الذين قاموا بشراء هذه الصفقة لصالح حزب الله أو الشركات الوهمية التي يعني كانت جزءا من هذه الصفقة، ويعني كيف هؤلاء الأشخاص فجأة ظهروا ثم فجأة اختفوا وتبين يعني يتبين بالتحقيقات أن هناك طبعا شركات وهمية لها مراكز متواضعة. يعني أنا أولا أنا أرد ذلك يعني إلى أن هذه عملية الشراء التي تمت لم تراعي المعايير الأمنية الاحترافية والمسؤولة. يعني نستغرب أولا كيف يقدم أي جهة على شراء عتاد يتصل له علاقة بالاتصالات يعني من مصدر واحد، مجرد أن يتم طلب 3000 أو ربما أكثر من أجل الاتصال سواء كانت بيجر أو غير بيجر، فذلك يعني أنه هذه العملية بحد ذاتها ليس فقط هي ملفتة للنظر، بل أنه يعني حتى المصنع الذي تم يعني إتمام هذه الصفقة معه على عاتقه سيتصل بالأجهزة الأمنية، وهذا طبعا من ما يقال يعني من SOP من التعليمات القياسية لدى كل المصانع التي تصنع أي عتاد له علاقة بالاتصال أو بالعمليات العسكرية. وبالتالي الشركات الوهمية التي ربما اعتقد حزب الله أنها يعني تشتري هذا السلاح لصالحه وربما هذا ما يضفي على العملية نوع من السرية الكافية، أعتقد أنه يعني اكتشفنا أنه هذه الشركات مرتبطة بأجهزة مخابرات، وبالتالي وقع حزب الله في الفخ. ثم يعني عملية إدخال هذه الأجهزة إلى لبنان بطريقة لا تمر بها على الأجهزة الرسمية، زاد كذلك من احتمالية يعني نجاح الموساد الإسرائيلي بتفخيصها. طبعا حزب الله ومنذ مدة طويلة يستعمل طبعا طرق غير شرعية لإدخال تجهيزاته وبضائعه ومقاتليه، وأحيانا يعني عمليات تجارية تتم يعني دون أن تمر على الأجهزة الرسمية. طبعا هذا شأن يعني كل المنظمات المسلحة التي تعتقد أنه بإمكانها يعني أن تبني دولة موازية للدولة وأنه يعني هي يعني تتمتع بالقدرات الأمنية الفائقة وإلى آخره، تبين فعلا يعني. والمستغرب أنه تفجرت الأجهزة في المرة في اليوم الأول، لم يخطر ببال حزب الله أن يتساءل هل يعني الأجهزة الأخرى المتوفرة لديه ويمكن أن تكون مفخخة أم لا. حتى هذا يعني عدم وجود بروتوكول أمني، عدم وجود فعلا سلسلة من الإجراءات الأمنية التي يعني يجب أن يقوم بها أناس محترفون يبدو أنه غير متوفر، وبالتالي انفجرت الأجهزة في اليوم التالي أجهزة أخرى ومن نوع آخر غير بيجر، وبالتالي يعني حصل ما حصل، يعني 20 قتيل في اليوم التالي وأكثر من 600 إصابة، وهذا طبعا كم كبير من الإصابات. إذا يعني اليوم يعني أعتقد أنه فتح تحقيق بالموضوع لن يؤدي إلى أي شيء بالدرجة الأولى. لا يستطيع لبنان أن يتقدم يعني من الجهات الدولية بشكوى لهذا الموضوع، لأنه طبعا لبنان لم تدخل هذه الأجهزة إلى السوق اللبنانية أو إلى لبنان عن طريق القنوات الرسمية، وبالتالي الدولة اللبنانية يعني لديها يعني نقص في المستندات أو في الحجج القانونية لكي تقوم يعني بالمراجعة أو الادعاء القانوني يعني، وهذا طبعا ما يحول الموضوع يجعل الموضوع أكثر إحراجا ويفتقد يعني للمصداقية الوثائقية إذا صح التعبير،
للتقدم من الجهات القضائية الدولية يعني. طبعا هناك مدنيون سقطوا في هذا الهجوم، ونحن لسنا بصدد مناقشة أخلاقيات العدو الإسرائيلي. هذا عدو متوحش وعدو لا يقيم أي وزن بالأخلاق، لسنا في هذا المعرض هذا الموضوع. ولكن أعتقد أنه كان مجال الاختراق متسع من أكثر من ثغرة، وبالتالي نفذت إسرائيل من خلال هذه الثغرات وقامت بتفريخ هذه الأجهزة. وفعلا كما اعترف الأمين عام حزب الله بالأمس، كانت ضربة موجعة وكبيرة ومفاجئة. أعتقد أنه يستلزم الحزب يعني ربما مدة ليست قصيرة لتعويض الخسائر البشرية ولتعويض منظومة الاتصال التي اليوم هي أعتقد أنها يعني في الحضيض. ولكن السيد حسن نصر الله يعني لا تحدث عن أنه لن يخوض حربا انتقامية، على الرغم من يعني سماها العديدون يعني هي مجزرة بكل المقاييس، لعدد من الشهداء الذين لقوا حتفهم من عناصر حزب الله اللبناني، ويقال أن بينهم قادة أيضا في الحزب. يعني كيف تزن هذا الكلام بالمقياس العسكري؟ يعني في المقاييس العسكرية هناك حينما يكون هناك ضربة بشكل أو بآخر يكون هناك رد على هذه الضربة. هل نتوقع ألا يكون هناك أي ضربات انتقامية بشكل أو بآخر من قبل حزب الله في قابل الأيام؟ يعني بالدرجة الأولى يجب أن نعترف أو يعترف حزب الله، وهو اعترف حزب الله لا زال تحت الصدمة. أنا أعتقد أن حزب الله لغاية الآن لم يتمكن فعلا من تقدير الموقف العملاني والميداني والأمني لقدراته لغاية الآن، لأنه ما حصل هو كبير جدا. يعني أن يوضع أو أن يتم تحييد أكثر من 3000 عنصر من حزب الله، هذه ضربة موجعة ليست فقط لتنظيم بحجم حزب الله، بل ربما لدولة لديها جيش جرار يعني. وبالتالي هذا الكلام لا زال على وقع الصدمة الآن. يعني هو يريد القول أنه لن يلجأ إلى ضربة مماثلة، يعني أعتقد أنه يعني الوقت ليس ملائم لتوصيف ما سيكون عليه رد الفعل. هل يقصد يعني أنه هذه الحرب العبثية التي يسميها حزب الله حرب مساندة غزة يعني يجب أن يتحملها آلاف اللبنانيين، وأنه حزب الله لن يقوم بضربة مماثلة خوفا يعني من أن يعني تساق له الاتهامات أو أن يقيم أداءه بأنه أداء غير إنساني؟ يعني أعتقد أنه الناس في لبنان حتى جمهور حزب الله وحزب الله في مكان آخر يعني. يعني وبالتالي أنا لا أرى يعني أنه هذه تدخل يعني ليس لها يعني هذا التعبير أو هذا التوصيف لمحظورات أو تقييدات ردة الفعل، أعتقد أنه لم يكن في مكانه أبدا. اليوم يعني السؤال ما هي الوسائل المتاحة لحزب الله للرد؟ وهل فعلا هذه معركة إسناد غزة يجب أن تستمر بهذا الشكل؟ هل يجب المغامرة بلبنان من أجل إسناد لغزة لم يؤتي بأي نتيجة؟ أم أنه حسن نصر الله يريد أن يضع اللبنانيون ولبنان والممتلكات والاستقرار في لبنان لصالح يعني جمهورية إسلامية في طهران تريد أن تقول أنها جزء من المشهد المتعلق باستقرار إسرائيل؟ يعني يعني ردود فعل إسرائيل حتى على اغتيال فؤاد شكر كانت ردود فعل تقليدية لا تتمتع بأي نوع من القدرة على التوازن مع ما تقوم به إسرائيل. يعني لغاية الآن نستعمل صاروخ الكاتيوشا الذي استعمل في الحرب العالمية الثانية في ستالينغراد، ثم نقول أننا نريد أن نقيم توازن أو توازن ردع مع العدو الإسرائيلي. يعني أعتقد أنه هذه الحرب الطويلة اكتشفت مدى ارتهان قرار حزب الله لطهران، واكتشفت مدى الازدواجية بين الخطاب الإيراني والأداء الميداني الإيراني. ويعني أنت الجميع يعلم، وقد سمعنا الرئيس الإيراني وقبله المرسل وقبله حسين سلامي وكل هذا الخطاب التوددي نحو واشنطن، ورأينا يعني الاستعراض الذي حصل في 13 و14 نيسان ردا على ضرب القنصلية. كل ما في المشهد يوحي أن إيران تريد استرجاع موقعها عند الإدارة الأمريكية، وبالتالي يعني يندفع حزب الله طبعا، وهو ليس مخيرا، هو مسيرا بأن يذهب يعني لتقديم اللبنانيين ضحايا على مذبح العلاقات الإيرانية الأمريكية أو على مذبح العلاقات التي تنشدها طهران مع الولايات المتحدة. حضرة العميد قدير، البعض أن معركة غزة وهي الأساس فيما يدور الآن هي في أيامها الأخيرة، يعني هناك بعض
التباشير دعنا نقول ذلك، التفاهمات يعني أو تقريب أو تقليص المسافة بين حماس وبين إسرائيل. هناك مقترح آخر يتم إعداده لإنهاء هذا الأمر، الخروج الآمن أو الطريق الآمن، ربما حماس رفضت بعض البنود فيه، ولكن هناك إعلان عن أمر آخر في محاولة لتقريب وجهات النظر. طب في حال انتهاء الحرب على قطاع غزة، هل نتوقع أن فكرة الرد الانتقامي أو الضربة الانتقامية على مقتل ما يصل إلى 5000 شخص تقريبا من رجالات حزب الله اللبناني، وهم ما بين قادة وما بين رجال أو عناصر يقومون بدورهم على الأرض في مواجهة الجيش الإسرائيلي في الشمال، أم أن الأمور ربما هي رهن إشارة من إيران بشكل أو بآخر، أو إيران قد تنأى بنفسها عن هذا الأمر ولو تبقى في الخلفية لفترة ولو قصيرة؟ يعني لنبدأ بمعالجة جزئيات هذا السؤال المتعدد الاتجاهات والمستويات. بالدرجة الأولى، يعني مقولة وحدة الساحات تريد منها طهران مسألة واحدة، عندما يتوصل المفاوضون في غزة مع الولايات المتحدة إلى وقف لإطلاق النار، سيعتبر حزب الله أن هذا الوقف لإطلاق النار قد تم بفعل جبهة المساندة، وسيعتبر نفسه منتصرا، وستأتي طهران للاستثمار في هذا الموضوع سواء في الداخل اللبناني أو على المستوى التفاوض مع الولايات المتحدة. المأزق هنا أن الولايات المتحدة لا تعترف بوحدة الساحات، وإسرائيل لا تعترف بوحدة الساحات، ويقول الإسرائيليون أن وقف إطلاق النار في غزة لم يوقف إطلاق النار في لبنان، وهذه حقيقة يعني واضحة عملانيا وواضحة دبلوماسيا على المستوى الأمريكي، في حين أنه تمعن طهران في دفع حزب الله على الاستمرار في هذه الحرب التي بين قوسين اسمها مساندة، وهي يعني لا علاقة لها ولم تؤثر بتاتا على سير العمليات هناك. الآن أنا أعتقد يعني حتى مع عدم إعلان وقف إطلاق النار في غزة، أنت تعرف أنه حتى لو حصل هناك وقف إطلاق نار في أي مكان في غزة أو في غير غزة، هناك دائما اختراقات في وقف إطلاق النار. ما يحصل يوم ميدانيا في غزة هو كأنه وقف إطلاق نار غير معلن، ناتج عن هذا الدمار الهائل، ناتج عن أنه حركة حماس أعلنت التزامها بالمسار الدبلوماسي وبالتفاوض وهي لا تريد أن تخرق ذلك، وناتج كذلك عن ميزان القوى الذي أصبح لصالح إسرائيل للأسف في غزة. وبالتالي يعني القول أنه بانتظار وقف إطلاق النار في غزة لكي توقف الجبهة اللبنانية هو كلام يعني يفتقد للموضوعية، لأن وقف إطلاق النار في غزة وأنت تعلم والجميع يعلم أنه هو تقريبا حاصل ولكنه غير معلن. وبالتالي يعني هناك من يريد أن يتستر أو أن يتلطى باتفاق ما في غزة ليقول أنه يعني هو جزء من هذا الحدث الذي هو وقف إطلاق النار. أنا أعتقد أنه الحسابات يعني كما يقول الحسابات الإيرانية ليست على مقاس البيدر الإسرائيلي والبيدر الأمريكي. أمريكا لديها معادلة جديدة للبحث عن لتثبيت أمن واستقرار إسرائيل، ولإعادة يعني ولإعادة الإمساك بالوضع الأمني وغير الأمني في المنطقة. وبالتالي يعني إيران تواجه معضلة في هذا الموضوع، أن المعطيات الميدانية حاليا مختلفة تماما عن تلك التي كانت عليها بين العام 2006 وما بين طبعا اندلاع عملية طوفان الأقصى. لذلك أنا أعتقد أنه يعني طهران تواجه مأزقا حقيقيا، يعني كل هذه الاشتباكات لن يتم تقييمها أمريكيا بمعنى إشراك طهران في طاولة التفاوض أو في إعطائها نوع من التوكيل لأنها ضامنة لأمن إسرائيل وبالتالي يجب الإبقاء على حزب الله. وكذلك يعني الشركاء أمريكا في المنطقة، وهذا أصبح معلوما يعني، وأتكلم هنا عن دول الخليج ومصر وسائر الدول العربية، لا يريدون أن يكونوا في هذا المشهد إذا كانت إيران بميليشياتها شريكة فيه، وهذا هو مأزق آخر للولايات المتحدة ولا إيران. وبالتالي المعادلة معقدة، وأنا أعتقد أنه نحن في لبنان ندفع ثمن هذا التعقيد الذي لم يفضي إلى أي شيء. وأعتقد أن الجبهة اللبنانية هي بقيت الجبهة الوحيدة المتبقية لطهران للتمكن من المناورة الغير المجدية عبرها، والتي طبعا يتحمل تبعاتها لبنان واللبنانيين. أشكرك حضرة العميد خالد حمادة الباحث في الشؤون الأمنية، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت.